وليد عطية، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وليد محمد عطية، بلعب فريق النادي الأهلي مواليد 2000، بلعب صانع ألعاب وديفندر. أنا محافظة الفيوم. أنا كنت بلعب في مركز شباب مكرم عبيد، وانتقلت الأكاديمية في دار الإشارة، لعبت فيها شوية ولعبت فيها بتاع 3-4 سنين كده، وانتقلت لنادي النصر منها. انا جيت النادي الاهلي عن طريق نادي النصر، كنا بنلعب ماتشات وكده مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي شافني والحمد لله كان ليا نصيب ان العب في النادي الاهلي. لما قالوا لي طبعا انت هتروح النادي الاهلي وكذا، كان فريق كان عايزني طبعا، من غير ما افكر فكرت في النادي الاهلي، عشان ده اي حلم لاي لاعب كره قدم يلعب في النادي الاهلي ويلبس التيشيرت الاحمر. طبعا ده شعور محدش يقدر يوصفه غير اللي يلبسه، يلبس تيشيرت تقيل، وان شاء الله ابقى عند حسن ظن الجماهير. انا لما قالوا لي انت عندك تمرين في النادي الاهلي، عايز اقول لك انا ما عرفتش انام، كنت فرحان فرح كبير قوي من الفرحه، ما كنتش عارف انام ولا كنت عارف. لما دخلت النادي الاهلي حسيت بشعور فظيع، يعني ما اقدرش اوصفه، الكلام عمره ما يوصف الشعور اللي كان جوايا اول ما جيت النادي الاهلي. اتعلمت الاحترام والالتزام، اتعلمت عن ايه روح الفالنة، يعني ايه تلعب لاخر دقيقه، اتعلمت يعني ايه تحترم المنافس حتى لو كان هو ايه اتعلمت حاجات كتير جوه النادي الاهلي. والله في بدايه حياتي طبعا ما اقدرش انسى الكابتن عمرو نصحي، ده كان دربني في اكاديميه قبل ما العب كوره خالص، قبل ما اروح النادي النصر كان دربني في اكاديميه، ده الراجل اللي فضل عليا كبير طبعا بعد ربنا يعني. طبعا بقى هنا في النادي الاهلي طبعا الكابتن احمد سراج، كان ابتديت حياتي معاه اول ما جيت النادي الاهلي، هو اول حد مراني واول حد قال لي انت المفروض تعمل 1 2 3 كده، اتعلمت منه حاجات كتير. الكابتن احمد سراج طبعا ليه فضل عليا طبعا كبير يعني بعد ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. والله كابتن امين عرابي يعني ده حاجه اب لينا كلنا، انا بقالي سنتين بلعب معاه، مش السنه دي بس، كنت طلعت معاه السنه اللي فاتت صعدت معاه في فريق 99، كنت بلعب معاه ماتشات وهو عارفني وانا عارفه جامد يعني، هو راجل محترم وبيعرف امتى يوظف اللعيب ايه هنا وهنا، وراجل محترم جدا واب لينا كلنا يعني مش كمدرب للعيبه. والله ابرز اللحظات اللي انا عشتها جوه النادي الاهلي كانت اسعد ايام حياتي، يعني لما اول بطوله خدتها ليا في النادي الاهلي كان من 3 سنين، كان مع كابتن احمد سراج، كان بطوله الجمهوريه دي، كانت ما كنتش عارف اقول اوصف لك سعادتي يعني، كان اول بطوله ليا في حياتي كان خدتها انا في النادي الاهلي. والله احلامي ان شاء الله يعني اطلع فريق الاول وادي باداء كويس والناس تعرفني، وان شاء الله اعرف اقدم حاجه لجمهور النادي الاهلي. حلم يعني من احلامي ان انا وانا بتفرج كده، حتى مش هقول لك العب عشان لسه كبيره شويه، اتمرن بس جنب الكابتن وليد سليمان، انزل ملعب مختار التتش، اتمرن جنب الكابتن حسام عاشور، جنب الكابتن وليد، يعني الناس دي يا جدعان قدوه لينا كلنا واحنا بنتعلم منهم كتير، فده حلم من احلامي ان انا حتى هسلم عليهم بس واتمرن معاهم كده. ومثل الاعلى في مصر هنا كابتن حسام غالي، وطبعا عالميا مودريتش. حسام غالي انا اتعلمت منه يعني ايه روح الفانله الحمراء، اتعلمت منه يعني ايه قياده النادي الاهلي، يعني ايه كابتن الفريق، يعني بيعرف امتى يتكلم مع الناس امتى وامتى يزعق وامتى. بشوف في الملعب حاجه كبيره قوي كابتن حسام غالي، يعني لو ما اتكلم عليه مش هديله حق يعني. انا ما اقدرش انسى دور والدتي ووالدي، دول تعبوا معايا في حياتي كتير، تعبوا جدا يعني، وانا لو اتكلمت من هنا السنه الجايه مش هقدر اخلص كلام فيهم، طبعا عن امي وعن والدي وعن طبعا عن امي تعبت معايا كتير قوي، فالحمد لله يعني. اقول لها طبعا ربنا يخليك ليا يا امي وما يحرمنيش منك ابدا، وانت ظهري ليا في كل حته وسند ليا في كل حته طبعا، هو والدي طبعا. انصح اي لعيب بيجي يلبس التيشيرت الاحمر، اول حاجه طبعا الالتزام والتمرين الكويس ويسمع كلام المدرب، وطبعا هيتحط تحت ضغط كتير، يبقى كويس يعني مهما يتعلم الضغط يبقى هو يلعب لعبه ويمشي على ما يمشيش ورا كلام حد، ويبقى هو دايما هو عارف سيستم لنفسه يمشي عليه، يعني ما يمشيش ورا كلام حد، وهو يتحط تحت ضغط كتير
فلازم يتعلم الكلام ده كويس قوي، عشان لو ما تعلموش مش هيقدر يكمل في النادي الاهلي. طبعا انا جماهير رساله جماهير النادي الاهلي، احب اقول لهم اطمنوا على قطاع الناشئين، اطمنوا يعني في حاجات كتيره طالعه كويسه ان شاء الله، وهتبقى اضافه للفريق الاول، وان شاء الله تشوفوا حاجات كويسه ان شاء الله. واحب ابارك طبعا الكابتن اسامه حسني على البرنامج الجديد، اقول له بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هستقبل ضيوف اتنين من لاعبي فريق 2000، العربي جمال وفارس طارق.